سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم بخير، احوالكم مرحبا بكم في فيديو جديد في نهار جديد. ونقول لكم كامل الامهات، نقول لكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله، لانه اليوم عيد الام. 21 مارس عيد الام هنا في مصر، تقريبا في الجزائر اواخر ماي. فهنا مصر، الدول العربية الاخرين كامل يعني في 21 مارس. المهم البنات، دوكا لقيتوني لبست حوايجي وراني خارجة، لانه محمود خدام بصح دوك نتلاقى به، يعني ولي على صباطي دوك نتلاقى به. فاول حاجة راح عند الحفيفة الكوافيرة، نروح لهذاك هو يخرج محمود، ومن بعد هذاك هو نكون كملت يعني من عندها، نولي نتلاقى انا وهو. وباغي نروح هكا نروح كيما قلت لكم نشري شويه مايونيز، لانه الوقت راح يجري يجري يجري. ف شوفوا السبعه مازال يخطف، صح ماشي احنا يعني الجيران. باغي نروح نشري شويه مايونيز، قلت لكم باغي نفاجئ هكذا ونجيب لها هكا تاخت صغيره، وعبالي بها يعني تحب هاد الحوايج وتفرح بزاف بزاف، فباغي نجيبها لها ونفرح يعني دائما كل عام نفرحها، وربي يخلي علينا هذه العاده ان شاء الله يا ربي، وربي يحفظها ان شاء الله ويخليها. فولفت اني كل عام ندير لها هذه العاده ان شاء الله. بالنسبه لهدي والله ما عرفت واش نشري لها، ما عرفتش خلاص. فدوك اول حاجه نروح، هذاك هو الكوافيره اللي قلت لكم، كوافيره ولفت نقول كوافيره كيما هو. المهم وبعد نستنى محمود ان شاء الله، ايا ونشارك معكم وين نروح واش نشري واش نختار. اول حاجه البنات ما تنساوش تخليوا لي لايك على الفيديو، شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم تاعكم، ويلا نروحوا. كملت لبست وراني خارجه. شوفوا الصالون البنات مازال يعني كيما هو مازال ما فرشتش فيه والو، الصاله ثاني لانه هكا في رمضان ان شاء الله قلت لكم باغي كندير شويه تغييرات، فمازلت راني غير نجري كل مره ندير حاجه كل مره ندير حاجه ونخلص ان شاء الله يا ربي قبل رمضان. واخيرا جينا باش نديو وري استني انا في حاجه عملها مكسوره تولع لي برك لا يكون مكسر. تعال محمود راه يشوف فيهم بالك مكسر مليحه، عندك برك يطيح يتكسر. هذا لقينا شغل فيه زجاجه من الفوق. لا محمود ادي الاخر مش مليحة. ليه؟ مكسورة عشان في حاجات اشكالها مختلفة في العالم من تحت. ماشي اه شفت ازاي؟ والله بجد والله دي رفيعة ودي قعدتها عريضة. ماشي يلا يلا البنات جينا دوكا باش نديو الطباسة. شوفوا لا كولير اللي لقيناها، الكولير هذا ثاني زدنا لقيناه اليوم، بصح شوفوا مكسوره هنايا. هنا لقينا فيه مشكل، وينو مكسوره؟ معقيه وري مكسوره. المشكله تاعها هنا.
جبنا الحوايج اللي شريناها لانه ما قدرناش نهزو، ودوكا نعاودو نخرجو نروحو نجيبو لا تارت رايحين باش نختاروها ونشوفو. فاول حاجه جبنا لمعنا وما الاولين باش خفنا يتكسروه، ومن بعد نوليو نروحو نشوف. ثم امي لحد اخر يوم في عمري، حبي من اول حياته هم همي، اللي كتر خيرها داخلها في دمي وعايش فيه امي. ثم امي لحد اخر يوم في عمري، حبي من اول حياته هم همي، اللي خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه. أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها. رانا شرينا لاتاغ ودوكا رانا مروحين تقريبا تقريبا عدنا العشرة ونص، لأنه الحظر يبدا للعشرة، فكاين محلات يقفلوا كاين محلات تبقى شوية يعني حتى نقولوا هذاك العشرة ونص لحداش تبدا تقفل. فبإذن الله إن شاء الله كي قرب رمضان بالك يوليو ما يبقاش يقفلوا، لانه قبل الكورونا ما كانش يقفلوا هكذا خلاص، ما دوكا ما كانش يعني الوباء ما كانش، بصح ويلفوا داوها ولف ويلفوا. شوف انا جبناها ورايحين باش نفاجئوها. كل سنة وكل ام طيبة وربنا يبارك فيهم ويطول عمرهم، ربي يرزق ان شاء الله، ربي يرزق كل محروم ان شاء الله بالذرية الصالحة. وكل سنة وانت طيبة يا حمد العزيزة. كل عام وانتم بخير وان شاء الله ربي يرزق كل ام. روحت للدار البنات، المهم طلعت بشوي انا ومحمود، خليته راح يشري الفرماج وانا روحت. المهم لقيتها جوزتي لتحت، بصح لقيتها مدية القشق ولا مديتهم لا شومبر تاع سلافي، مدية تحطهم. شوفوا جوري قاعدة في الصالون، لأنه كون تشوفني جوري تفضحني طول، فطلعت بالخف على جوري ما باش كيفاش ما شافتنيش. جا محمود جا، فطلعت هكا بالخف باغي هكا نحيها قبل من العلبة باش نديها لها يعني، وهي اصلا كون تشوفني تما تفيق، فحبيت اني نحيها قبل ما شافونيش. لو ما طلعت فباغي هكا نفاجئها بها. المهم دوك نوريكم الشكل اللي كنت هو محمود اللي اختاره يعني، فنوريكم الشكل اللي اختاره واللي جبناه. يا محمود خليها تحت خلاص، مش هنصور ويا نديها لها. هذه هي اللي اختارها، شوف هيا ها كل عام وهي بخير ان شاء الله. هيا طاح دوكا نهبطو، المهم دوكا نهبطو باش نفاجئها بها. تراني روحت طلعت من تحت، شوفوا جبت الطرف تاعي تاع محمود هذاك مكملوش، لانه انا ما كليتش كنت مازال ما تعشيتش، فكليت هكا وقت برك والطرف تاعي جبته هكا في طبسي باش نكمل ناكلو. فتفاجأت يعني والله العظيم شفت الفرحة في عينها، وهذه هي أهم حاجة بالنسبة لي إني نشوفها كتفرح، نحبها كنفرحها. فشفتها كفرحت وما بغيتش يعني نصور، على بالكم يعني كل مرة كنصور عيد ميلاد كل مرة نصور، فما بغيتش هذه المرة كي نهبط نصور ونقول لا. قلت يعني باش ما تقولش على جال التصوير، مع أني يعني والله العظيم قبل يوتيوب قبل ما ندير اليوتيوب هذا وكنت كل مره نفاجئ، على بالكم بالواحد هكا حافظه العيد ميلاد تاعهم وندير لهم، نبغي هكا لامبيونس نبغي شويه. فقلت لكم فاجاتها والحمد لله يا ربي يعني فرحت، شفت الفرحه في عيني وقلت لي ان شاء الله يعني ربي يخلي كل عام هكذا وكل عام تجيبي ان شاء الله وتعيشي وتجيبي. كنت عارفه الهدرات هما اللي يقولوهم تعيشي وتجيبي كل سنه وانتي طيبه هكا.
مهلا مكن. رحت كما قلت لكم شريت حوايج اللي خاصوني تاع المطبخ، ان شاء الله المره الجايه نشارك معكم. اباكم راح راس دار راسي دارني تقريبا من وذني، وانا نحسب بلي كانت عندي شقيقه، اما في الاخر ظهرت وقيله بلي وذني هي اللي راهي دير لي هكذا. فربي يستر برك مزيه ما جاتنيش يعني سطر في الوذن، لاني حس ما قريت تعليقات ماما قالت لي سطر الوذن بزاف صعيب. ف ان شاء الله ما يكون غير الخير يا ربي. شيت قلت لكم شي حوايج للمطبخ. بالنسبه للصالون كذا في الصالون شوفك فيه راه فارغه كيما خليته المره اللي فاتت، كيما نقيته كيما بقى نقيته البارح تقريبا اللي كملته. مازال هو كما يتحرك، مازال هو ما فرجت فيه لانه الطابي راه مغسول منشور، مازال ما نشوفش مانيش راح نفرشو دوكا حتى باذن الله ندير فيه التغييرات ونشارك معكم. فما بغيتش نفرش لانه كون نفرش يولي يجيو التلفزيون، احنا اصلا مانيش يعني نتفرجوا بزاف فيه، يولي يجيو لولادكم تعرفوا ويعاودوا يفسدوا لي بعد ما غسلت الفوتيات تاعي يرجعوا نضاعف. شوف الله العظيم رجعوا نقيين. هذا الدرع مازلت ما ركبتوش كان وراح مازال. فان شاء الله هذه الايام نكون قبل رمضان ان شاء الله يا ربي نكون كملت كل شيء. هاكم تاكلوا معايا احلى حاجه عندي الباتيسير، نعم عندي نموت عليه. ندير ميناج للكوزينه، الكوزينه هي اللي تقلق لي لانه فيها الحوايج بزاف، فندير ميناج واذن الله نبدل لها شويه ديكور كما قلت لكم ونشارك معكم المعنات اللي شريتهم ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف على الدعم تاعكم، على التعاليق تاعكم، على الاراء تاعكم. ربي يبارك فيكم ان شاء الله ويحفظكم. راكم كامل خواتاتي، راكم كامل امهاتي، احبائي في الله، ربي يحفظكم ان شاء الله. وشكرا لكم، نخليكم دوكا نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في رواحكم وبسلامه.